السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سوليد وركس. درس النهاردة هنتعلم إزاي نعمل سكتش بيكتشر على البرنامج، يعني هننزل صورة وأقدر أرسم على الصورة اللي موجودة عندي. هعمل نيو بارت وهاجي فرونت بلان، كليك عليه وأقول له سكتش، وهاجي من فوق هنا هقول له انسيرت أهي أو تولز سكتش تولز سكتش بيكتشر، يبقى تولز سكتشنج تولز وسكتش بيكتشر. تمام، طب هدوس عليها هيطلع لي قائمة، هبدأ اختار الصورة اللي انا عايزها، ولتكن مثلا الصورة دي على الديسكتوب هنا، واقول له هنا all files، او اختار الديسكتوب واختار مثلا ده الباتمان لوجو ده بالمنظر ده كده. هنا هيطلع لي القائمة دي اللي هي السكتشنج بيكتشرز. هنا هحط أبعاد الصورة بتاعتي، يعني الطول والعرض بتاع الصورة. تمام، وهبدأ أقول له صح على كده، مجرد إني قلت له صح كده خلاص الصورة موجودة عندي. وهبدأ ممكن أجي مثلا بالإسبي لاين تول وأبدأ إيه أرسم نفس الشكل اللي معايا هنا ده كده أهو، مثلا كده كده انا بمشي عليها بالظبط بالايه بالاس بي لاين تول. او ممكن انا رسمت نصها، اجي هنا مثلا كده مثلا حاجة بالمنظر ده، وراح راسم سنتر لاين من هنا لهنا كده، واقوم عامل له ايه تريم الجزء ده كده، واقول له ميرور الانتيتي ده اباوت السنتر لاين ده، واقول له صح، واجي اقول له مثلا ايه فيكتشر اكسترود، واقول له صح على كده. وكده انا حولت ايه الصورة بتاعتي، عملت لها قعدت ارسم عليها او مشيت عليها بالظبط، وعملت لها اكسترود اعطاني نفس الشكل اللي انا عايزه. يبقى كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يقدر يبعت لنا صفحتنا على الفيسبوك لانس دروس عربي، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.